دليل أو رؤية مادية لبعد إنساني وهو التواصل بين الغرب والشرق. فيليبسيس كان سفير وكان قنصل بمصر وكان صديق لابن علي باشا الكبير اللي اسمه سعيد باشا. المشروع قديم قديم كثير، يعني من قبل ما يصل الامير عقاد للسجن. هذا المشروع مشروع فرنسي عرضته بالبدايه فرنسا، بعدين اتفقت معه. توفى علي باشا الكبير، اجى ابن عوضه اللي اسمه سعيد باشا، باعتبار ديليبسيس كان صديق له، اقنعه بالموضوع ووافقوا ووقع الاتفاقيه على افتتاح قناه السويس. طبعا في الى دراسات ادبيه، يعني من القادم ما له علاقه فيها. هو بتمنى ان يكون له علاقه فيها لانه شيء منيح لمصر. كان أنشأ مركز التنمية المحلية المستدامة في قصر الأمير عبد القادر الجزائري بهدف نقل الخبرات والتجارب التي تم اكتسابها من خلال برنامج المان، برنامج تحديث الإدارة البلدية، نقلها إلى مدن لم تستفد أو لم تشارك في هذا البرنامج، وأيضا ليكون هذا المكان مركزا ومنبرا لتبادل الخبرات والتجارب بين المدن والسلطات المحلية السورية بشكل عام مع المدن والسلطات المحلية في المنطقة الأوروبية المتوسطية، وضمن إطار التعاون بين سوريا وجانب الاتحاد الأوروبي. ما يمثله هذا البناء يكمن في شخصية مالكه الأمير عبد القادر الجزائري، والذي يعني لنا ولكل منطقة المتوسط الكثير، فهو يمثل أحد أهم الشخصيات السياسية في القرن التاسع عشر، ويتمتع بمهارات سياسية وعسكرية عالية. مشروع المسارات الزوار في مدينة دمشق القديمة من المشاريع الأساسية التي قام بتمويلها ودعمها برنامج تحديث الإدارة المحلية والبلدية مام، الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية. تم تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية التطوير السياحي للمدينة القديمة. سواء الزائر السائح الاعتيادي أو المختص أو المهتم بمنحى معين قبيل زيارة المواقع ذات التاريخ، ذات تاريخ من فترة معينة كالفترة الرومانية، أو كزيارة المواقع ذات الطابع الديني إلى آخره. طور المواقع التجارية، أسواق الحرف التقليدية، طورنا الفكرة باتجاه تثبيتها على أرض الواقع، إيجاد لوحات معينة في شوارع مدينة دمشق، التعريف بها من خلال كتيبات لائقة وبلغات مختلفة. أيضا تم تطوير الأجهزة أو مسارات إلكترونية وضعها في مواقع محددة. يعني هذا مع الاتحاد الأوروبي ما؟ أي أنا برأيي لازم يكون في أكثر تعاون مع الاتحاد الأوروبي، لأنه كله البحر المتوسط
وكله نفس الثقافة يعني ونفس الماضي يعني. أسهل للسواح عندهم إمكانية يعرف وين المكان مهم مثلا دين أو للتجارة أو هيك شيء. جاء في قاموس الجغرافيا القديمة والحديثة المطبوع في باريس عام 1854 لميساس وميشلو في الصفحة 269 حول مدينة دمشق: إنها المدينة الأكثر أهمية والتي تأتي في المرتبة الأولى في الصناعة في الشرق كله، فقد أعطت اسمها للمنسوجات الحريرية والتي يأتي الغرب للبحث عنها وشرائها، كما أنها تتاجر بالأسلحة الفولاذية ذات النصال القاطعة، وتتاجر أيضا بالأصداف وأنواع متعددة من الحرير، كما تمر بها القوافل إلى حلب وبغداد، وتتجمع فيها أفواج الحجيج المتجهين إلى مكة. هكذا كان ينظر إلى دمشق في أواسط القرن التاسع عشر، نواة لنهضة اقتصادية وثقافية وصناعية فريدة ومختلفة، مختلفة عن المصير الذي أراده لها صناع الواقع في ذلك الزمان. فلم يأتي العام 1860 حتى صارت دمشق تشكل أكبر مركز صناعي لإنتاج الحرير والاتجار به في العالم، بالإضافة إلى صناعة بقية أنواع الأقمشة والمنسوجات. وهذه النهضة الصناعية كانت تتطور وتواكب آخر التقنيات الصناعية في العالم، كنظام الجاكار الميكانيكي الذي كان أول من أدخله إلى دمشق في خمسينات القرن التاسع عشر الصناعي حنا بولاد وإخوته المشهورون بإنتاج الحرير البولادية، وذلك بغية زيادة الإنتاج كما ونوعا. إن تلك الصناعة وتلك النهضة الاقتصادية كانت بمعظمها بأيدي مسيحية دمشقية، ذلك أن نهضة العديد من الصناعات والفنون توارثتها عبر قرون العائلات المسيحية الدمشقية أبا عن جد، وكانت خبراتهم تنعكس إيجابا على جودة ونوعية هذه المنسوجات. كذلك لابد من الإشارة إلى أن هذه الصناعة كانت متمركزة في الحي المسيحي في مدينة دمشق، وهو الحي الذي استهدفته حوادث 1860، استهدفته واستهدفت أدوات إنتاجه وحرفيه الاختصاصيين. فالفتنة التي أشعلتها الأيدي الخفية لم تكن خلافا دينيا بقدر ما كانت مشروعا خارجيا يستهدف المركز الاقتصادي والصناعي الذي بدأت تشكله دمشق. كان دور الأمير عبد القادر الجزائري في تلك الفتنة دور العارف بحقيقة الأمر، الذي يدرك مشكلة التوازنات العالمية وصراع الموازين والمصالح، فقام بحماية أكثر من 12 ألف دمشقي من أصحاب تلك الخبرات والمهارات في بيته في دمشق، وأعاد توطينهم من جديد ومنعهم من الهجرة التي عرضتها عليهم بريطانيا وفرنسا. أعاد إلى المدينة طابعها الذي عرفت به ولم تزل الطابع المتعدد المتلون، طابع الثقافات المختلفة. إنني آكف هذه الأيام على قراءة كتاب في غاية الروعة والتشويق. حقا سير ريتشارد، وما هو هذا الكتاب؟ إنه كتاب ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة؟ نعم. ألم تجد سوى هذا الكتاب لتقرأه من مكتبتنا العربية؟ إنه مليء بالحكاية الشرعية الغريبة والمثيرة، ولي رغبة بأن أنقلها إلى الإنجليزية، فسأنقلها كما هي. وهناك كتاب آخر اسمه نزهة. أنا أستغرب منك سير ريتشارد، إن مكتبتنا العربية مليئة بالكتب والثقافات والفنون،
أهم بكثير من ألف ليلة وليلة وهذا الكتاب.